شيء كيشهد لهاد الاستاذه بانها عنيفه عنيفه لواحد الدرجه ما كتصورش. عندهاش الاولاد والله عز وجل، حتى الدين ديالنا راه دين يعني معامله، دين حسن. ما الدري غيب اسبوع تعيط لباه، تعيط لولي الامر ديالو، وواحد المساله لقيناها اكتشفناها بان المدرسه ما عندهمش حتى الاطفاء. حتى البارح عاد مشاو جابوا الاطفاء، يعني حتى اللي وقع حتى الدري مات عاد الاطفاء جا. هاد الامر راه ما غاديش نحاسبوا حنا غير الاستاذه، غنحاسبوا المدرسه، المدير، المؤسسه المعنيين بالامر، لان الدري اللي مات راه 24 سنه راه ما ساهلش، راه هو البكر عند خالي. هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، شنو غنقولوا؟ ما نعاودش لك، انا دخلتها الصباح عند ولدها كتبوس لي في رجليه، لان رجليه تبوحدوا لي بقاو لي مصدومه. دخلتها واحد انا خالي دابا ديتو غير باش نصوبوا الاوراق، غادي كيعرعر بحال شي مراه. قال لي انا صافي عينيا مشاو ليا، ما بقى عندي ما ندير في هذه الدنيا. مصدومه يعني امر لا ما غنتحسدوش عليه، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الاولى والاخره الله ياخذ فيها الحق كيف ما شاء وبما شاء، لان حتى الا عندها هي السلطه وعندها الامكانيات ودارت بزاف، لان قال لك ديجا سبقات وقالت لهم بانه دار لي محاوله القتل. فاحنا عندنا الله عز وجل، حنا بغينا الله سبحانه وتعالى ياخذ لنا حقه كيف ما حنا بغينا، كيف ما حرمتنا من هذا الوليد. هذا هو اللي غنقول، اقول قولي هذا، ونطلب الله ياخذ فيها الحق اللي تنطلبوا، الله ياخذ فيها الحق. كم دات والدهم وكم داتنا كاملين. داك الدري كان صالح، كل ما كان صالح كان باغي يقرا وباغي يكمل قرايته، وتيتمنى بزاف دير في حياته. كل عيطت غير الوالدي، الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق. هذه ماشي استاذه حيت ما عندهاش الاولاد، كون كان عندها الاولاد ما غديرش بحال هكا.